والله يا شيخ، بسم الله. الملاحظ في مأرب عملية البناء والتنمية والتطوير والتغيير مستمرة، تجد يوما عن يوم من يفرق ليس في تزيينها وتدميرها وإبداعها بقدر ما هي أيضا في خدماتها. رقي في الجانب الصحي يشكرون عليه، وتطور في الجانب الخدمي، وتوسع في الجانب العلمي، جامعات، جامعة تقييم سبا أو في مدارسها أو في هيئاتها العلمية والتعليمية شيئا. لكن الشيء الذي تقف أمامه إجلالا واحتراما إكبارا تلك السواعد القوية والأجسام الصلبة والعيون الساهرة والعقول المتبصرة، أقصد بها الجنود الذين يستوي عندهم الليل والنهار في حفظ الأمن، ولا يفرقون بين ذا وذاك في استتاب الطمأنينة وجلبها وجعل المدينة ذات سكينة يأمن فيها وتأمن على حالك ومالك ووضعك. أولئك الجنود لهم من الله الرضا، ولهم من المجتمع الثناء والدعاء. مهمة المجتمع كبيرة، مهمة المجتمع الحفاظ والمحافظة والاحتفاظ، محافظة على النعم التي أكرم الله عز وجل بها هذه المنطقة، والمحافظة على المحافظة، أن يكون كل منهم عامل بناء وجندي أمن ووسيلة قوام لبقاء النظام، والاحتفاظ بكل جميل يبقى الجميل. نحن الآن في مصلحة الهجرة والجوازات، الازدحام والتسابق، هذه من الخدمات التي يشكرون عليها، تيسر وجودها وقربها. هنا في مأرب الكثير من الخدمات الشخصية والعامة والخاصة، لأن الله ميسر الكهرباء على استمرار وعلى الدوام، وهي من النعم العظيمة. إذا توفرت وجد الماء، وجد برد الهواء، وجد طيب الغذاء، وجد نفع الدواء بإذن الله عز وجل. وهذه من النعم التي يفتقدها الكثير، وأنعم الله بها على أهل مأرب، أنعم الله عليها وبها. نسأل الله أن يثبت لنا نعمه وأن يدفع عنا نقمه. وفي مجسم إقليم سبأ وعلى يميننا البريد، على يسارنا مكتب الصحة، في المنطقات الخدمية هنا. شكرا للفندم الإعلامي والحبيب اللبيب والصديق الرفيق عبد الرحمن المصري، صاحب الجهود الجميلة الذي شرفنا اليوم وأكرمنا بجولة في مأرب. كان صاحب علاقات واسعة، أنا لا أقول يعني بل هو أخ كبير، ومثله يتشرف بصحبته ومرافقته. أسأل الله أن يوفقه لكل خير. جوال القردعي رحم الله، علي ناصر القردعي، على يميننا ملعب سبأ. لك يا مأرب في الفؤاد محبة أصفى من الماء الزلال وأعذب. مأرب اليوم المقصد والملفأ والمأوى لكثير من الأبناء. الوطن كانت لهم وطن، كانت وطن للأبناء، وكانت أم
لهم احتوت وحوت واحتضنت وحضنت وكملت وتكملت بالتعايش الجميل الرائع. هنا على يمين يسارنا منطقة الجفينة، المنطقة الآهلة بأهلها الممتلئة بسكانها، آلاف البيوت ممن وفدوا إلى مأرب، فيهم الصغير والكبير والغني والفقير والأمير والقائد والجندي، العالم والمتعلم، تاجر والغني والفقير، يعيشون في سلام ويبذلون السلام وينشدون السلام. فوجدوه في أرض السلام هنا، عليك منا السلام يا مأرب. وأمام العلم يقف الإنسان شامخا كشموخه وثابتا كثباته، يرفرف وكأنه يلقي التحية على كل من مر حوله. أنسر بأمان وعش باطمئنان، فهو مظلة لمن أراد الاستظلال، وهو حبل يخنق أو قماش يخنق لمن أراد أن يطاوله أو أن ينزله من مكانه وموقعه. دام عزيزا شامخا رافعا ساميا، ودوار الشهيد شعلان، الشهيد الحي والغائب الحاضر، يكفيك مرة أن تلتقي به لتحبه وتجله وتعرف مقدار قوة الشخصية وهيبة القائد وجلالة الجندي والاهتمام بالمنظومة الأمنية. يكفيك أن ترى فيه الطموح والشموخ الذي كان يفتقد في كثير من أمثاله. صنع ورحل فبقي أثره واستمر تأثيره، له من مأرب السلام، وله من محبيه الدعاء، وله من الجميع الثناء، رحمه الله ومن معه ومن سبقه ومن لحق به. مأرب اليوم مقصد المآرب وموضع المطالب، وفيها يجتمع المعلم والطالب. ونحن الآن في الدائري. نحن الآن نعم الدائري. هذا الطريق من كان يعرفه كان يملأ أنفه التراب وعينه تتشبع بزفار الصحراء، واليوم طرقا متعددة متفرعة، بناء الأرصفة، تشجير الطرقات، النخيل، الورود، أشجار متعددة متكررة، شيء جميل ورائع ومميز. شكرا للمحافظ، بعد شكر الله أولا وآخرا، شكرا للقيادة المحلية، شكرا لصندوق النظافة، شكرا لأبي جوهر، شكرا لمن معه، شكرا للجنود الأخفياء، شكرا للعمال الذين يحنون ظهورهم في هذه الشمس، يبقون المدينة الأجمل والبيئة الأفضل. شكرا للمجتمع الذي هو يسعى بدوره أن تبقى بيئته نظيفة وجميلة وأن تكون متميزة ومميزة. شكرا للجميع، ودمت مأرب، دمت غالية سامية راقية، دمت آمنة مؤمنة. أسأل الله ألا يقيم فيها لغير الحق راية، ولا يحقق فيها لغير السنة غاية، وأن يملأ ربوعها إيمانا وأمانا، وأن يجعل أهلها إخوة متحابين متآلفين متعاطفين، وأن يحقق لهم النماء والعطاء والرخاء هي وكل محافظات اليمن. الحمد لله رب العالمين.